أعزائي، إذن القطين الجاف كما نرى يحتاج إلى أن يبقى في الهواء ويغطى بقماش هكذا في المنزل في مكان. أما هذا الذي جاف هو جاهز أن يخبأ للشتاء. نلاحظ أعزائي هكذا، ثم هذا جاف، هذا أيضا جاف. كيف يخبأ؟ يوضع في قماش ويوضع في مكان كما نرى. مثلا هذه العبوة المعدنية مضغوطة من الداخل، هي تاعت زيت قديمة، وضعت فيها قماشة كما نرى، ووضعت فيها أيضا العديد من كما نرى. هذا جاف جدا، وهذا أيضا جاف، وضع في القماشة وهكذا، ثم أضع الآخر وهكذا حتى انتهائها، يعني أدخله شيئا يعني واحدة وهكذا، حتى يعني انتبه إلى أنه تكون داخل القماشة. أما المتبقي هذا سأتركها حتى تجف نسبة يعني 90 إلى 95%.